هذا أبرز لقاءات كوتر، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين استهلت زيارتها بلقاء خاطف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة لدى وصولها إلى مطار الرباط سلا. رئيسة المفوضية الأوروبية الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تعتبر هذه أول زيارة لها للمغرب، المغرب الذي يعتبر شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، استفاد من وضع شريك متميز بعد توقيع اتفاقية سنة 1999، شريك متقدم للاتحاد الأوروبي سنة 2009، وأيضا التوقيع على اتفاقية أساسية ومهمة جدا تؤسس وتضع إطار قانوني جديد في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، تم توقيعها في 27 يونيو من سنة 2019. إذا مجموعة من المواضيع ستتم مناقشتها تؤسس لها هذه العلاقة التجارية والاقتصادية المتميزة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، مبادرة تجارية يتصدر المغرب الدول الإفريقية التي تربطها علاقات اقتصادية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي، مستوى تعاون كبير في مجال الهجرة حيث يعتبر المغرب حارس الحديقة الخلفية للدول الأوروبية من خلال المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب لمحاربة الهجرة السرية، أيضا مستوى تعاون متقدم في محاربة الإرهاب وأيضا الحركات الإسلامية المتطرفة، نجح خلالها المغرب من إبطال أو تفكيك ما يزيد عن 500 خلية منذ الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء. أيضا هناك مستوى تعاون على المستوى السياسي، أيضا في مجال البيئة والمناخ، على المستوى التجاري كما قلت لك والاقتصاد. طيب هل ستثمر هذه الزيارة كريم عن التحضير لاتفاقيات أو توقيع على اتفاقيات أو تجديد لاتفاقيات كانت سابقا بين أوروبا والمغرب؟ نعم، هذا بالتأكيد كوتر، هذه الزيارة ربما ستضع إطار أو ستؤسس لوضع إطار قانوني جديد يمنح ثقة أكبر في علاقة المغرب دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذه العلاقة كما يعلم الكل اهتزت خلال العام الماضي وبداية هذه السنة، أسست لمرحلة جديدة خاصة الأزمة التي نشبت بين المغرب وإسبانيا بعد استدعاء إسبانيا أو منحها بطاقة العبور بجواز سفر مزور لرئيس ما يسمى بجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أيضا المواقف التي وصفها المغرب العدائية لبرلين تجاه المغرب خاصة تلك المتعلق بالوحدة الترابية للمغرب. هذه الزيارة وإن كانت ستناقش محورين أساسيين، المحور الأول يتعلق بالبيئة والمناخ والمحور الثاني يتعلق بحركة التنقل والهجرة، إلا أنها ربما ستناقش أمور أخرى أساسية بالنسبة لاتحاد دول اتحاد الدول الاتحاد الأوروبي، أقول تتعلق على الخصوص بالمبادرة التجارية والاقتصادية. كما تعلمين عدد من السفن الأوروبية تصطاد بالمياه الإقليمية المغربية، وهذا كان موضوع خلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وجدت السنة أو نهاية هذه العام الماضي أرضية قانونية جديدة لتجاوز هذه الخلافات. طيب بالنسبة لدراسة السبل لمعالجة الخلافات بين الطرفين، هل نتوقع آليات الإعلان عن آليات ربما سيتم اعتمادها لتقريب ربما وجهات النظر بينهما؟ نعم كوثر، لا يمكن أن نتوقع الإعلان عن آليات، ربما التمهيد للإعلان عن هذه الآليات ربما خلال لقاءات مرتقبة في الأشهر القليلة القادمة. كما تعلمين هذه أول زيارة لأرسولا فون دير لاين، ربما ستؤسس أيضا لتدويب الخلافات القائمة على الخصوص بين إسبانيا والمغرب، على اعتبار أن هذا الخلاف قد تم تجاوزه بين برلين والرباط بعد الرسالة التاريخية التي أرسلها المستشار الألماني إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي أكد من خلالها كون أن مقترح الحكم الذاتي يبقى الحل الأمثل لقضية الصحراء، وهذا محور الخلاف الجوهري بين برلين والرباط.